أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أن فيها رد على القدرية؟ الذين أنعمت عليهم دل على أن العمل الصالح أنه نعمة من الله، وأن الله قدره لعبده فضلا منه سبحانه وتعالى. في رد على القدرية الذين يقولون أن الأعمال ليست من فعل الله ولا من خلق الله، وإنما هي من إحداث المخلوق، من إحداث المخلوق وإيجاد المخلوق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.